بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مكملين بقى يعني المقاطع بتاعتنا بتاعت الفيديو لزيادة الثقافة بنسبة خاصة للصمام والمنظار والأسئلة الكتير اللي بتجد علينا. و مثلا أكتر سؤال الحقيقة بيتسأل دلوقتي هو بيقولوا لي يعني دلوقتي لو أنا مركب صمام والصمام شغال كويس، هل من الحكمة إن أنا أشيل الصمام وأعمل جراحة المنظار؟ السؤال ده بيتردد كتير جدا، لأن طبعا الناس كلها بتبقى خايفة من الصمام ونفسها تشيله وتتخلص منه. هو الإجابة على السؤال ده يعني صعبة شوية، لأنه زي ما احنا عارفين إن نجاح المنظار كان بيتراوح مثلا من 60 ل 70، وبعض الدراسات بتقول 30. وبالتالي عشان أشيل الصمام وأعمل منظار وبعدين أرجع تاني أحط الصمام في حالة من كل 3 حالات، فده يعتبر يعني كان شيء مش مقبول، إلا لو إن الأسرة نفسها مصممة على الحكاية دي، ساعتها ممكن نعمله. لكن الوضع اتغير، الوضع اتغير دلوقتي لأن إحنا بدأنا نفهم أكتر عن جراحة المنظار، وعملنا تعديلات كتير في الجراحة نفسها، وبالذات التعديل الأخير اللي هو المرحلة اللي هو مرحلة الغسيل دي اللي بنعملها بعد العمليات، وده خلى النتائج تنط من 60% لأكتر من 80 أو 90%. هنا بقى بدأ الوضع يتغير. يعني بدأ دلوقتي لو الأسرة قالت لي أنا صمام شغال وكل حاجة بس أنا عايز أشيله، أنا مش عايز لما أموت أسيب ابني معاه صمام ممكن يهدده أو يعذبه أو يعمل فيه مشاكل. ففي الحالة دي يعني أصبح دلوقتي إن الخيار ده بقى خيار مقبول، على فرض إن جيوب المخ تكون كبيرة. يبقى دلوقتي لو الأسرة جت وقالت لي أنا صحيح مركب صمام ما حصلش منه مشاكل بس أنا عايز أشيله وأعيش من غير صمام، فده اصبح شيء مقبول. ومع ذلك نظرا لان احنا التعديل الجديد يعني هو بقاله حوالي 6 شهور وعملنا حوالي 25 حاله بس، فانا شايف من الحكمه ان احنا ناجل شويه القصه دي لما نعمل اعداد اكبر ونتاكد ان نسب النجاح هتبقى ثابته عند مستوى 80 او 90%، وساعتها ممكن بعد كده نعمل الموضوع ده. طبعا اي حد عايز يشيل الصمام ويعمل منظار لازم الأول نعمل أشعة مقطعية جديدة، لأن زي ما أنتم عارفين الصمام بيخلي جيوب المخ تصغر، وبالتالي بتبقى الجراحة بتاعة المنظار صعبة وأحيانا مستحيلة. وبالتالي أي حد عايز يشيل الصمام ويعمل منظار بالأول بنعمل أشعة مقطعية على المخ وبنشوف الجيوب أخبارها تسمح إن أنا أعمل منظار أو لأ. يبقى ده كان إجابة السؤال. يبقى إحنا الخلاصة إيه؟ إنه يعني حاليا حكاية إن أنا أشيل الصمام رغم انه شغال واعمل منظار يعني انا يعني ما مش مرحب بيها قوي دلوقتي، افضل نستنى شويه من نتاكد من النتائج بتاعتنا. ولكن لو مثلا في بعض الاهل مثلا بيبقى الموضوع ده بالنسبه لهم حيوي جدا ومهم جدا وعايز يخلص ويرتاح من موضوع الصمام، فساعتها يبقى فاهم كويس ان النجاح نسبه تتراوح من يعني زي ما قلنا العادي او الارقام العالميه 80 60 ل 70، والحمد لله احنا عندنا قربنا نوصل من 80 ل 90. وبس يبقى فاهم برضو ان في حالة من كل 10 او 8 هنرجع تاني نحط الصمام. مع الوقت ان شاء الله لما نعمل حالات اكتر بالطريقة الجديدة هنقدر يبقى عندنا فكرة اوضح عن نسب النجاح بدقة، وساعتها لو لقينا نسب النجاح فعلا مستمرة في الارقام العالية اللي حققناها في 6 شهور اللي فاتوا، ساعتها ده هيبقى خيار جذاب جدا للأسرة، وممكن بعد كده ان شاء الله نتوسع فيه ونبدا تدريجيا زي ما مصر في قاعدين بنشيل العشوائيات ونبني مكانها مدن جديده. برضو الصمام ده من بقايا الطب القديم، وان شاء الله نامل مع نجاح الجراحه ان احنا تدريجيا نبدا نشيله ونستبدله بالجراحه الجديده. وشكرا جزيلا.